صباح الفل على كل متابعي قناة الصحة وجمال، وبحلقة جديدة من برنامج حلمك يا أمنة. وأحب أرحب بضيوفي. أهلا بحضرتك اهلا أستاذة نجمين. بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة صفا. أهلا بحضرتك أستاذة دعاء. عايزة كل واحد فيكم يعرفني عن نفسه أكتر. انا نرمين أدري من محافظة اسكندرية، كاتبة وبكتب روايات درامية ورومانسية. ما شاء الله. وانت يا أستاذة صفا؟ انا كاتب شاعر مصر عن حب مصر، صفا رجب من محافظة الشرقية. وحضرتك يا استاذه دعاء احمد من محافظه القاهره، كاتبه. ما شاء الله. عايزه حضرتك تقولي لي بداتي امتى في مجال الكتابه؟ لا، من زمان قوي. انا كنت غاويه كده من ايام اعدادي، كنت دايما اكتب اي خطره تقابلني، اي موقف يقابلني، فكنت دايما مدونه، فالحكايه كبرت معايا وتطورت والحمد لله. يعني يعني ده من زمان اصلا؟ من زمان جدا، من ايام المدرسه. طب ايه اللي خلاكي تكتبي اصلا؟ يعني حصل معاكي موقف هو اللي خلاكي تكتبي؟ لا خالص، هي مجرد ان يعني شويه مثلا مشاعر بتتملكك، شعور حزن، شعور غضب، شعور فرح، بتلاقي غصبا عنك انت بتطلعي ده في صوره ورقه وقلم، في صوره سطور بتكتبيها. بالظبط كده. وحضرتك يا استاذ صفا؟ انا بصراحه كل المواقف اللي قدامي بشوفها بكتب عليها. جميل جدا. يعني هو ده اللي خلاك اصلا تبدا وانك تكتب؟ تمام. ما حصلش معاك موقف معين فانت قلت انك هتكتب؟ الموقف اللي قدامي، اللي بيحصل قدامي، بقى ابدا اكتب عنه. تمام. وحضرتك؟ شعور الوحده. تمام. هو ده اللي خلاكي انك تبدا تكتبي؟ ايوه. يعني انت بتلاقي نفسك في الكتابه اصلا؟ بالظبط. يعني في اللي بيكتب عشان بيلاقي نفسه في الكتابه، في اللي بيكتب عشان انا حصل معايا موقف زمان فهو ده اللي خلاني اكتب. لا، هو مش موقف زمان، هو انت مش، لا يعني القلم يعتبر صاحبك. صح. فاللي هو بس انا معتمد على ده، الكتابه هي كل حياتي حرفيا. ما شاء الله. قولي لي بقى ايه الاعمال اللي شاركتي بيها؟ انا ليا 15 عمل الكتروني. ما شاء الله، جميل جدا. وخمس اعمال ورقيه. منهم اتنين ان شاء الله نازلين في معرض القاهره الدولي، وكان عندي قاهره الياس وعندي شيزوفرينيا المشاعر. كنت نازله قاهره الياس وشيزوفرينيا المشاعر، وكنت نازله بكتاب مجمع بهي والنرجسيه، ده عباره عن مقالات بوصف فيها الشخصيه النرجسيه بكل حالاتها وبكل اضرارها. وواخده كمان يعني دراع شهادات برضو. كنت واخده في ايه؟ في كنت في قاهره في شيزوفرينيا المشاعر. وكان على هي والنرجسيه، ده كان شيزوفرينيا المشاعر من دار العنقاء للنشر والتوزيع. طيب. وده كان في مؤتمر اختلاف. طيب. وكنت واخده شهاد وسام القلم الذهبي في مؤتمر اختلاف عن شيزوفرينيا على هي والنرجسيه، وكان وسام برضو وسام شرفي عن هي والنرجسيه. جميل جدا. والاعمال الالكترونيه قول لنا كده فكره كتاب منهم او كام كتاب منهم؟ من الالكترونيه ولا الورقي؟ لا، الالكتروني. الالكترونيه كنت داخله بسجينه العادات، كنت بناقش العادات والتقاليد في الصعيد، وازاي ان احنا مثلا بنورث ان زوجه الاخ لازم الزوجه لازم مجبره تتجوز اخو زوجها، وكنت بتكلم عن مشاكل السوشيال ميديا بصفه عامه وازاي الاضرار اللي بتتجه ليها، وكنت بتكلم عن تحدي الاعاقه وازاي. بتتكلمي يعني عن حاجات اصلا مهمه. بالظبط. بتكلم عن فكره كويسه جدا. بصي انا بصوره دراميه، مش بتكلم بقى عن الحاجات الخياليه وفارس الاحلام وهياخد. أيوة. لا لا، بتكلم عن واقع. صح. بتكلم عن واقع بيحصل لنا، وبتكلم عن تحدي الاعاقه وازاي الاعاقه في عقولنا احنا مش في اجسامنا، وازاي ان احنا بنبص للانسان المعاق او ذو الاحتياجات الخاصه، بنبص للخارج بس، للخارج بس مش لجواه. صح. وازاي ان هو بيقدر يتحدى نفسه، وازاي بيصعد وبيعمل اسمه وبيعمل حاجات رغم اعاقته ديت. جميل جدا، ما شاء الله عليكي بجد. الله يخليكي. وحضرتك يا استاذ صفا؟ انا بكتب عن حب مصر، وشاركت مع الشاعره نور عويضه ما شاء الله في كتاب حلم الوهم. تمام. وعملت شعر كتير. ما شاء الله عليك. طبعا كاتب شعر ومجهز قصايد. تمام. تمام، سمعنا حاجه بقى. هسمعك قصيده عن حب مصر. تمام، ماشي. مصر يا ام البلاد، مصر يا ام البلاد، حره حره ويا رب تسلم من لوغات، وهتفضل حره ليوم المعاد، وهتفضل حره ليوم المعاد، طول ما فيك رجال اجداد، وتشهد عليك البلاد، ويحلب باسم الاوغاد جيشك عمره ما انكاد، ويحلب باسم الاوغاد جيشك عمره ما انكاد. وفي الحروب يا مصر ام العناد، وفي الحروب يا مصر ام العناد، وجيشك عمره ما انكاد، ولو نسيته احنا فاكرين، عدوك احتار فينا سنين، عدوك احتار فينا سنين، يقول في الحرب احنا مش كنا مقصرين، وعلى حدودك رجاله لعدوهم مستنين، ولو عدوك شافهم بيبعت مكتوب رساله فيها احنا اسفين، مكتوب فيها احنا اسفين،
وعدوك محتار فينا سنين، وكلمة على لسانهم تعيش يا مصر لو مات فينا الملايين. ما شاء الله عليك وتحيا مصر بجد. ما شاء الله عليك جدا يا رب. جميلة جدا. ايوه ما شاء الله. وحضرتك يا استاذة دعاء؟ انا شاركت برضو مع نور عويدة في كتاب من وحي القلب، كتاب مجمع وكتاب. جايبة كتب معاكي؟ متاهات الادراك برضو مجمع، وليا ثلاث اعمال تاني هيتعرضوا يعني، بس مش السنة دي، هو واحد بس اللي هيتعرض السنة دي. طب كلمينا عنه، ايه فكرة الكتاب ده؟ هو بيتكلم، متاهاتي ده بيتكلم عن شخص جواه كذا كذا حد، يعني شخص تايه جواه نفسه. مش شخصية واحدة، هو شخص فيه كذا حاجة، بس عن الوجع بقى الداخلي والأحداث والحاجات اللي هو بيحاربها مع نفسه، بينه وبين نفسه من اللي حواليه وكده. جميل جدا. وباقي كتب؟ وباقي كتب طبعا في كتاب اللي هو لكل حكاية عنوان، ده بيحكي عن قصة يعني مناطق العشوائية وقصص الناس الغلابة، واللي هو مستويات. ايوه المواضيع نفسها كويسه جدا. عايزة اقول على حاجة في فضل. انا بكتب مسرحيتين، واحدة تبع الإزيز، مسابقة إزيز للمرأة ما شاء الله، اسمها المصحة، بتكلم عن مشكلة المرأة، وفي رواية تانية اسمها القربان، هتعرض في تبع وزارة الشباب والرياضة. ما شاء الله عليك بجد يا استاذة نرمين، وانا مبسوطة بيكم جدا النهاردة بجد والله. كلنا بنواجه صعوبات في حياتنا. اكيد طبعا طبعا. والصعوبات دي هي اللي بتخلق اصلا من الشخص ان هو يكون ناجح. طالما بتواجهي صعوبات وبتتخطيها فهو ده اللي بيخلقك انك ناجح. طبعا. قولي لي بقى ايه الصعوبات؟ كتير قوي يعني. مثلا النقد اللي بيجي لك، النقد الهدام ده. صح. يعني في كتير ناس غاويه تنقده، بس حتى من غير ما تقرا لا عايزه تنقدك، اسلوبك مش كويس، إيه انت بتكتبي عاميه؟ يا جماعه احنا بنكتب عاميه عشان احنا بنكتب لعامه الشعب. ماشي اوكي في السرد الفصحي، بس الحوار بيبقى عامي، ان انت بتخاطبي ناس كتير من الشعب هي اللي بتقرا لك. صح. فانا عن نفسي يعني النقد نفسه بحط سلمه بطلع عليه، عمره ما كان بيهدمني، ومش بعرف حاجه اسمها مستحيل. حتى لو فشلت مره، لا الوقعه اللي بتوقعني دي لا بتصنع مني جبروت مش بتكسرني. بتقويكي. صح. بتقوي مش بتقوي، لا بتصنع جبروت يعني اكتر من القوه كمان. طب بالنسبه للشباب يعني اللي بيشوفوا كلام كتير سلبي والكلام ده بيحبطهم فمش بيعرفوا يكملوا، دي مشكله كبيره جدا. نصيحة بقى. لا بقول لكم يعني خدوا دايما الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه، الكلام اللي بيجي لكم، النقد اللي بيجي لكم، سلمه اطلعوا عليها. ما انت كلام على كلام هتطلعي، هتبقي فوق، كلام هيبقى تحت رجليك، هتبقي انت فوق. ما تاخديش ابدا انه حد بينقدك عشان بينقدك لنفسك، لا هو بينقد نجاحك. فانت يعني وزنيها بالميزان ده، انا بنقد النجاح بتاعك مش بنقدك انت. ومش كل الناس بتحبنا طبيعي. بالظبط. ومفيش حد، مفيش واحد يعني هيتفق عليه الكل، كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اتفق عليه كل الناس. صح ولا مش صح؟ بالزبط. يعني انا اللي يعني اللي هيعجبني انا مش هيعجبك انت. بالظبط. صح ولا مش صح؟ صح. كلام حضرتك جميل جدا بجد. شكرا لذوقك حبيبتي. اتفضل حضرتك، ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ الصعوبات مفيش صعوبات واجهتني خالص يعني. مش خالص. اي حاجه واجهتك خالص؟ لا كلنا بنواجه يعني، اكيد مثلا حصل معاك موقف قبل كده او اي حاجه. مفيش؟ هو بس في صحابي، بس لما اجي اقول لهم حاجه قصيده ولا حاجه يقعدوا يحبطوا فيا. بس الكلام ده انت تاخده حافز ليك بقى، ان هو يقويك. تمام. ان انا هثبت لك ان انا هقدر اعمل حاجه كويسه. هو بيشجعني كويس. بيشجعني هو، اما يقول لي كده انا بتشجع وبكتب تاني. طب برافو عليك بجد يعني، دي حاجه كويسه جدا. تمام. وانت يا استاذ دعاء؟ لا انا صعوبات كتير جدا، وكنت برجع اللي هو لا انا مش هكمل، انا مش هعمل تاني. كانت بتوقفك؟ كانت بتوقفني بشكل فظيع، اللي هو لا انا مش هكمل. طب ليه ما خدتهاش انها تحفزك يعني؟ لما كنت بتواجهي او بتقابلي كلام كتير، ليه ما تقوليش الكلام ده يحفزني ان انا لا لازم نعمل كده عشان اثبت للناس ان الكلام ده كان بيبقى خارج من اقرب حد ليكي، فبالتالي بتبقى توجع اكتر. عارفه تعملي ايه ساعتها؟ اتوجعي من جواكي بس قدامهم ازرارهم انت حد قوي. انا بعمل كده يعني، انا الفتره ديت انا بقيت اعمل كده، اللي هو انتوا شايفين ان ده فشل، لا انا هثبت نجاح. بالظبط كده يعني. انا يعني دايما حبي اثبتي نجاحك اللي قدامك، تحدي. خدي. أيوة. كل حياتك كلها تحدي. لا بقيت اعمل الخطوه ديت، بحس ان انا هعمل عكس اللي انتوا بتقولوه. انتوا شايفين ان ده فشل، لا ده نجاح. ماشي اوكي انتوا شايفين ان انا فشل، بس ايه الاخر النهايات هي اللي بتثبت. ايوه بالظبط. لا اصلك هم مش بيدوا. هي في ناس شويه اللي هو لا الكلام بيأثر فيها. على فكره بيأثر فينا كلنا. هو مش كلنا بس في كلنا. لا بيأثر فينا اي حاجه وبكمل. لا بالظبط كده. هو ده اللي انا اقصده. لا. فده اللي عايزين. حتى لو الظاهر قدام الناس ان انا مش هاممني، بس انا جوايا هاممني. خلي بالك الكلام اثر فيا جدا، بس قدام الناس لازم اثبت ان هم بيسخروا اصلا من فكره الكتابه، اللي هو ايه اللي انت بتكتبيه؟ هو في حد بيشوف؟ فالكتابه عندهم دي شايفينها حاجه تافهه، حاجه كتير قوي بيسخروا فعلا من الموضوع. أيوة ده. طب انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا شايفين ان النجاح دراسه وبس، ولا في اي حاجه ممكن نسعى فيها؟ بصي كل حاجه بالممارسه فيها نجاح. صح. مش الدراسه
الدراسه ده عامل واحد من ضمن عوامل كتير، لكن كل حاجه بالممارسه. بالظبط. يعني من غير ممارسه يعني اوكي كلنا درسنا، كلنا دخلنا الكليات ودرسنا، ماشي عملنا ايه باللي درسناه؟ من غير ممارسه ولا حاجه. في مهندس ومش ناجح، في دكتور ومش ناجح. بالظبط. مش وفكره انا كمان حكيت ان انا كليه قمه، مفيش حاجه اسمها كليه قمه، دي في حاجه اسمها شايف ان في كليه قمه. لا 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 كليات قمه نيفر. ديت انا حاسبه نفسي فين، هنا هبقى في القمه. صح. لكن غير كده ما انا ممكن اطلع مهندس دكتور وبعدين لا طبعا. الخطوه اللي انا بعد كده انا بحب ادخل نفسي في كذا حاجه، بحيث ان انا لو فشلت هنا انجح هنا، فشلت هنا انجح هنا. دي حاجه دايماً كويسه جدا، دايما بيكون عندي خطه بديله ان انا اكمل في حاجه تاني، ان انا مثلا مش عشان ما نجحتش في دراستي فخلاص دي تبقى اخر العالم، لا بكمل. شاركني يا استاذ صفو، نقدم في اي حاجه يعني. صح. يعني مثلا بدل ما نقدم في حاجه واحده نقدم في كذا حاجه، عشان لو الحاجه دي مش نفعت دي تنفع. برافو عليك. طب احنا عايزين نوجه برضو رساله لكل الاهل، يعني في مش كل الاهل بيدعموا اولادهم بالطبيعي، ده موجود اكيد. يعني في اهل بيشوفوا فعلا ان الكتابه زي ما دعاء قالت مش حاجه مهمه. ما تصنفش بقى النوعيه، ما تصنفهاش كتابه بس، دعم في كل حاجه، في الرياضه، في المواهب. هما شايفين، عايز اقول لك اغلبيه الاهل شايفين ان الدراسه هي اهم شيء في الكون. على فكره انا واحده من الناس كنت كده، انا واحده من الناس كنت فعلا ورجعت ان انا فيني موهبه. انت بالعكس، طب لو ابن حضرتك عنده موهبه مثلا وهو حابب الحاجه دي؟ لا انا نميتها، انا عندي بيلعبوا سباحه وداخلين اتحاد السباحه ونميت الموهبه دي. فانت كنت بتشجعيهم اوريدي؟ مشجعيهم. ايوه. ولكن عشان خاطر انت، عشان خاطر حضرتك كان عندك موهبه فعارفه الاحساس. ايوه بالظبط. لا بس كنت فعلا حاطه الدراسه نمبر 1 ومفيش حاجه غيرها ويلا ومن نادي للتدريب، بس بعد كده عرفت ان هو غلط. ايوه هو غلط، لان هم هيعندوا. بالزبط. هيعندوا اللي هو لا بتيجي بالسلب، هي بتيجي بالسلب. حتى لما بيبقى شاطر بيتعمد ان هو ممكن ما يبقاش كده. بالزبط. هي الحكايه بتيجي عكسيه. صحيح. الضغط بيولد النتيجه عكسيه خالص. فاحنا عايزين كل الاهل لا ندعم اولادنا على الحاجه. بالزبط. اللي هم بيحبوها، مش معنى مش لازم انت تحبه، لا اللي هو بيحبه عشان هيديك فيه، لكن انت بتحبه هيرضيك. صح. لكن مش هيديك. وانا طالما انا بحب حاجه فانا هنجح فيها. بالظبط كده. فعلا. ومش كل الناجحين كانوا خارج كليات قمه يعني. طبعا مش كل الناجحين كانوا خارج. هو كل واحد بيشوف حلمه ويمشي عليه. بالظبط كده. انت شايف ان انت في الحاجه دي فانا هنجح فيها. تمام. وكل واحد بيشوف حلمه ويمشي عليه. بالظبط كده. بالظبط هو ده. ما شاء الله عليكم بجد والله. مين كان داعم ليكي دايما؟ كانت والدتي الله يرحمها، ودلوقتي كان زوجي بصراحه واقف معايا وقفه جامده جدا يعني، يعني بجد يعني الحمد لله. ربنا يرحمها يا رب وربنا يخليه لك. الله يخليك. وانت يا استاذ صفا؟ ابويا وامي واخويا محمد هو اللي اكتشف الموهبه دي وعلمها لي. ماشي. وكمان الشاعره نور عويضه. تمام. والكاتبه رضوى سلامه بنت اسيوط. ما شاء الله. وانت؟ صديقه عمري ليل. ربنا يخليها لك يا رب. قرأتي قبل كده كتاب أثر فيكي؟ هو أنا قرأت كتير، بس من ضمن الكتب اللي علمت معايا كان كتاب لأنيس منصور اسمه رحلة حول العالم، 200 يوم حول العالم. ده كتاب كان تحفة، كان بيتكلم عن كل عادات وشعوب، عن الشعوب كلها العادات والتقاليد بتاعتها. يعني دخل الهند والعادات والتقاليد بتاعت كل شعب والزي الرسمي بتاعهم. بصراحة يعني استفدت منه جدا، كان كتاب يعني أنا أنصح كتير قوي يقروه. ما شاء الله عليك بجد. الله يخليك. وحضرتك قرات كتب قبل كده ولا ايه؟ قرات. لمين؟ لوحي القلب. ما شاء الله. الشعر نور عويضة. حضرتك؟ احمد يونس. اجزاء نادر فضة كلها تحفه، بتعجبني فيها المغامرات اللي هو كان بيعيشها. كانت وطبعا زمان قرينا الفاروق ويدا وقرينا الحاجات اللي هي بتاعت ايوه. لازم الواحد برضه يثقف في نفسه ويقرا كتير فعلا. لا هو اساس الكاتب القراءه. اساس الكاتب القراءه. مش كل حد كتب قصتين او لا لا يعني انا يعني اول ما بدات الكتابه اول روايات بقراها ليا. ايوه. لا 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 فعلا. يعني انا اول روايات بقراها ليا بشوف طريقه كتابتي لا هي اتغيرت كتير عن دلوقتي. ليه؟ مع القرايه المستمره وباجي مثلا اكتب بعد كده لا في فرق كتير من اول كتاب ليا اتكتب او اول روايه ليا اتكتبت والروايه دلوقتي. ايوه طبعا. كل ما بتعودي كل ما بتطوري من نفسك فعلا. لازم الواحد برضو يشتغل على نفسه. بالزبط. مش هفضل قاعد كده والحاجه هتجيلي زي لا يعني خالص. حد عندي تشتغل نفسي في كل المجالات. صح. يعني في كل المجالات بتشتغل فيها على نفسك مش الكتابه بس. بما ان الانسان مرايه نفسه، ايه تقييمك لنفسك للمرحله اللي انت فيها؟ بصي هو محدش بيقدر يقيم نفسه، اللي بيقيمك عيون الناس. انت شايفه ايه؟ طيب ان لسه عندك الاحسن. طبعا. بصي هو العلم ملوش سن ولا النجاح ليه سن، وحاسه ان انا ممكن حد ان شاء الله بعد كده لان يعني ربنا اعطاني العمر لا حدي عندي لسه الاحسن حديه، وكل كل مره بحس بتحسن اكتر من المره اللي قبليها. طب بالنسبه للناس اللي هي اللي بتوصل وبتنسى اي حد دعمها؟ لا صعب قوي ده بقى. في الناس دي موجوده كتير.
كتير. قليل تلاقيه طيب كده زينا اصلا. لا لا كتير قوي كتير كتير. لا يعني انا عندي اصدقاء زمان ايام ثانوي، منهم ريهام جوده افتكرها بالذات، يعني كانت في اعدادي ديت كنت احنا كنت كل ما بكتب حاجه هي بتاخدها بتقرا لي، وكانت بتديني باور بصراحه، كان داعم ليا. في كتير قوي، وكانت بتيجي عليا ايام ايام يعني، انا كان بيجي عليا ايام كنت بكتب كتاب قاهره الياس، كنت بكتب حاجه اسمها قلوب ارهقها نبضها، دي كانت روايه 60 فصل مع قاهره الياس، فكنت كل يوم الصبح بشخصيه وبالليل بشخصيه، الصبح كنت بشخصيه مسك وبالليل بشخصيه نورين بتاع قاهره الياس، فكنت ببقى بيجي عليا خلاص انا مش عايزه اكتب، كان ليا اصدقاء لا انت هتقدري انت هتعمليها انت قدها، فالكلام ده كان بيديني باور ان انا هكمل ان شاء الله مش هتراجع. فانت كنرمين شايفه بعد كده لو وصلتي او حققتي احلامك انك ممكن تتغيري؟ لا خالص 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 بصراحه يعني، لا 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 مش الشخصيه دي، انا مش الشخصيه اللي ممكن تتغير او الدنيا ممكن او نجاحها يلهيها عن كل مثلا الناس. لا اللي لا, لا انا بصي بيتي في نمبر 1 في المرتبه الاساسيه عندي، بيتي وزوجي واولادي ده اهم حاجه عندي في حياتي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. وانت يا استاذ صفوت ايه تقييمك لنفسك للمرحله دلوقتي؟ شايف ان لسه صفوت لسه عنده الاحسن ولسه هيعمل حاجات كتير تاني؟ اه اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. ناوي تعمل ايه الفتره الجايه؟ ناوي اكتب عن فلسطين. ما شاء الله عليك. وانت يا استاذ دعاء؟ زي ما الاستاذه نرمين قالت ما فيش حد بيقيم نفسه، فاكيد كل حد فينا جواه الاحسن والاحسن، يعني حاجات كتير جوانا كويسه. شايفه نفسك انك ممكن الايام تغيرك لو وصلتي مثلا لاحلامك وحققتي كل حاجه انت عايزاها؟ بالعكس ده هكون مبسوطه جدا وهقف جنب الناس اللي هي دعمتني وهفتخر بيهم. وان هو يعني شايفه نفسك ان لا مش هتغير الايام مش هتغير ليه؟ يعني انا في وقت من الاوقات انا كنت في المكان ده صح، او كنت في وسط الناس دي، فانا لما هتغير يعني بالظبط هكون وحشه قوي. انا بيجي لي ناس لحد دلوقتي بيخشوا لي عشان عندي بيج عندي على النت، احنا عايزين نتعلم، عايزين قولين روايتي طب اقريها وقيمها لي. ببقى فرحانه جدا والله العظيم، ببقى فرحانه جدا بالبنات الصغيره بتخش لي كده، بدعمها والله، وبدخلها الجروب عندي ونزلها اللينك بتاع رواياتها، من الحاجات دي بتبقى ممنوعه في الجروبات، وبدعمها انا كنت زيك في يوم من الايام كنت محتاجه اللي يدعمني. جميل قوي انك بتساعدي، يعني اي حد مثلا محتاج حاجه وكده بتدعميه. اه طبعا. في ناس اللي هو لا انا وصلت المرحله فانا مش هخلي غيري يوصل للمرحله اللي انا وصلت لها. بصي بالضبط. ولو انا هبص كده يبقى انا مش هستمر كتير صح. لا مع اول شويه ريح هتلاقيني وقعت، عشان هبقى الاساس بتاعي هوا. بالظبط. لان احنا بنعمل اساس حب الناس، اصل مين اللي عمل لك مين اللي عملك؟ الناس. اصل مين الناس؟ لو انا هتكبر وهعمل كده لا، ما انا بعد سنه اتنين حب مش هلاقي حد حواليا، خلاص خلصت. بس بقينا نشوف من الاشخاص دي كتير قوي يا استاذه نرمين. بس مش بيطولوا. مش اصل مين اللي بيدعمني؟ ما هي الناس. الناس. اه. الفانز بتوعك والناس اللي بتقرا لك هي اللي هتعطيكي اسم، يعني انا مثلا انا لقبوني ملكه القلم. انا كنت مبسوطه جدا قد ايه لما دخلوا لقبوني ملكه القلم وملكه الاحساس والكلام ده، ببقى فرحانه جدا. ماشي اوكي انا مش هرد على الكومنت بتاعك، مش هرد على اي حاجه بتقوليها، وبعد كده خلاص فين مره اتنين مش هتكتبي لي بعد كده. بعد ما كنت عطيني اسمي وعطيني صوتك وعطيني حاجات كتير، هبص هلاقي ان انت خلاص انسحبتي واحده على الثانيه على الثالثه، مش هلاقي حد حواليا. مفيش تقدير يعني. بالظبط. اسكتش انا هقدرك، عمرك ما هتقدريني. بالظبط ده الموجود حاليا، يعني انت المفروض برضو يعني احنا وصلنا للمرحله لا ما نصعبش الدنيا على غيرنا. بالظبط. بس انا هقول لك على حاجه، انت لو هتبصي بعد كده هتلاقي الناس ديت سنه اتنين هيختفوا، بيختفوا. صح. بيختفوا خالص. شاركونا ايه رايكم؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ كلامها جميل جدا. كلامها كويس. ما هو طول ما الواحد بيشارك وبيساعد الناس هتساعده. حاجه صغيره عايزه اقولها. كلام جميل جدا. ماشي اتفضلي يا استاذه. انا مش بعرف افكر كويس بس يعني. طب ماشي. لا حد عندك ثقه في نفسك. ايوه الثقه موجوده بس الاحساس بتاع. لا هتقولي باحساس، غمضي يعني هتقولي باحساسك. يلا. في حد يبلك انه لطيف وانك وحدك بس في قلبه، وتعيش وياه والحب كفيف، وتشوف ازاي تسعد قلبه، وشهور بتفوت وفي وقت خريف تسقط اوراق زايفه وكدابه، وبتيجي الشتا ودموع نزيف بيغير في ملامح وشه، بتلاقي البسمه المرسومه طيف تختفي ويبان حقده واصله، ودي حاجه ومش محتاجه تعريف في دوالي بغيرك بيحبه. ما شاء الله عليك، عاش بجد والله. احساس رائع، احساسها جميل جدا والله. عاش بجد. لا الاحساس وصل تحفه. شطوره يا دعاء، وان شاء الله توصل كل حاجه بتتمنوها باذن الله. باذن الله. ان شاء الله. عايزين كده ندي رساله يعني تشجيع كده لكل الشباب وكل الاجيال، يعني اللي نفسها تحقق حاجه وما وصلتش. انا شباب برضو. ايوه طبعا. امال ايه. ننصح كده اخواتنا برضو، شاركونا بقى عليكم رايكم مع بعض كده. بصي احب اقول لهم ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مش هقدر، مفيش حاجه اسمها مش هعرف، ايا كان جميع المجالات،
مش الكتابه بس، احنا لبكره يعني، احنا عشان بالزبط. بكره بالظبط، احنا عشان بكره المستقبل. ايوه لا اصل في كتير بيقول لك ايوه مش هقدر، الكلمه دي بتضايقني جدا، يعني مش هتعرف، يعني مش هتعرف، ده بيبقى شخص ضعيف. بالعكس بيكون جواه حاجات كتير قوي ممكن يقدمها، بس هو عنده رهبه من الناس. انا كواحده من الناس مش بعرف اسمع، ما اعرفش حاجه اسمها مستحيل، كل حاجه اعملها ما شاء الله عليك. والله انا بكره حضرتك جدا والله، مطبخ مطبخ كويس لحد تصليح العربيه، كنت اقف اصلح عربيتي واغير بطاريه واعملها. بحب جدا شغل الميكانيكا، بحب العربيات، بحب والله العربيات معاك بتقف مني بالهبل، ناوي افتح اجنس عربيات وكنت اقف اصلح واغير البطاريه وبعمل كل حاجه. حاجه كويسه اللي عايزين نقوله، مفيش مستحيل بالظبط. واللي يقول لك ان الست ليها قدرات معينه ما بتقدرش تعملها، لا انا الست تقدر تسوي كل حاجه على فكره، المجتمع كله ليها، احنا بندعم الست جدا. بالظبط جدا، الست المجتمع كله ليه؟ المراه دي هي مش نص المجتمع، هي المجتمع كله. صح، هي اللي شايله كل حاجه على اكتافها. ماشي اوكي، الراجل بيتعب وبيشقى كل حاجه، بس هي الاساس، هي الاساس اللي بيتبنى عليه كل حاجه. صح بالظبط كده، فلازم نسعى ونسيب كل حاجه على ربنا. هو المستحيل يتحقق. ايه المستحيل يتحقق؟ بالظبط كده، مفيش مستحيل. مفيش كلمه اسمها مستحيل، مفيش مستحيل، دي بدعه احنا بدعناها، احنا اللي بنعمل المستحيل. خلي جواك ان احنا اللي بنعمل المستحيل. انت ماشيه ورا حلمك هتحققيه. بالظبط، وما تسمعش للكلام السلبي ولا تسمع كلام الناس خالص. خليك مستمر. مستمر. لا اصل حقا واقوم وحقا واقوم، وبعد كده هتلاقي نفسي بتعصر شويه، وبعد كده هتلاقي نفسي مش بقى خالص. تمام بالظبط كده. انا شرفت بيكم جدا بجد، وفخوره بيكم جدا، وربنا يوفقكم يا رب وتحققوا كل اللي بتتمنوه. ميرسي حبيبتي، احنا اتشرفنا بيكي قوي. تسلمي لي يا رب. وبكده خلصت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.